وممكن التدخين يوقع لك شعرك؟ سؤال زي ده صعب ان انا اجاوب، لان انت لو جيت تجاوب على السؤال ده عمليا وجيت تبحث في الدراسات فهتلاقي ان مفيش دليل قوي ان التدخين بيسبب الصلع الوراثي. هو طبعا في دراسات بتبين ان الصلع الوراثي او تساقط الشعر منتشر اكتر في الناس اللي بتدخن، بس ده مثلا ما يستبعدش ان في عوامل تانية زي عوامل وراثيه او ان الاشخاص دول كانوا معرضين اصلا للصلع الوراثي. بس لو هتتكلم بقى يعني نظريا، فالتدخين بيعمل حاجات ممكن تسرع لك تساقط الشعر او حتى تسرع لك الصلع الوراثي اللي عندك. زي ايه؟ زي ان هو بيدمر الشعرات الدمويه اللي بتمد شعرك بالدم. تاني حاجه، التدخين برضو معروف انه بيزود الانفلاميشن او الالتهابات اللي بتحصل داخل الجسم، وطبعا الانفلاميشن ليها دور بسيط في ازاي الصلع الوراثي بيتم. تالت حاجة، التدخين عموما بيقلل مستويات الاستروجين اللي يعتبر ايجابي في نمو الشعر، وبيرفع مستويات الاندروجين زي التستوستيرون، والتستوستيرون لما بيرتفع فممكن يزود نسبة الـ DHT اللي مسؤول عن الصلع الوراثي. كل الكلام ده برضو على الورق، يعني حتى الارتفاع البسيط في التستوستيرون اللي بيحصل من التدخين مش كفيل او مش كافي ان هو يزود لك الصلع الوراثي. بس لو هديك نصيحة في الموضوع ده، لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي وعايز تعالجه وفي نفس الوقت مدخن، فانا شايف ان احسن حاجه تعملها ان انت تقلل او تحاول ان انت تحد من استهلاكك للدخان، وفي نفس الوقت تلتزم بعلاجات الصلع الوراثي. هتلاقي نتيجه افضل في تحسين جوده شعرك، احسن من ان انت تأفر في موضوع السجاير ومتهتمش بشعرك. فانا شايف ان ده هيسرع لك من رتم الصلع الوراثي بتاعك.